حبيبتي، إذا ربي كاتب لك شيء بيصير، وأنتوا راح تتزوجون غصباً عن أي أحد. توقعين أبوي يقدر يقنع أمي إنها توافق؟ وليش لازم يقنع أمي؟ إذا أبوك موافق خلاص على طول روحي تزوجي. مشكلة حسام رافض، يبغى لازم أمي توافق. رافض تدخل البيت وفي أحد رافض فيه. أمي كذا ولا كذا ما راح تقبل فيه، وأنتي عارفة يعني. يعني فوق يعني هو متزوج و يعني تعرفين أنتي وش أسبابه، فما يحتاج أقعد أعيدها كل شوي. نوف إحنا مو جالسين نعقده، هو أصلاً معقد. أمي مو موافقة، وفاة فيصل الله يرحمه، أصلاً ما نقدر نحكي بزواج وحنا في عزها. الله يرحم فيصل ومنصور ويجعل مثواهم الجنة. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا ام؟ بخير الحمد لله. اسمع بدر، اذا حضرتك جاي تكلمني من موضوع زينه، ترى هي عارفه رايي من زمان قبل لا حضرتك ترجع. اعوذ بالله، وش قسمه هالقلب اللي عندك انت؟ البنت تبي الولد والولد يحبها. انت تتكلم عن الحب؟ اي حب، اي خرابيط هذا اللي قاعد تتكلم عنه؟ يا نوره يا نوره، انسي اللي راح. انسى؟ ايش انسى؟ هذا عمر محتاج سنين وبنين عشان انسى. البنت راضيه؟ مو مهم عند البنت راضيه، المهم زوجته راضيه. ما اعتقد يا بدر اي زوجه عندها كرامه وماسكة بيتها وزوجها وعيالها ومحافظة عليهم ترضى أنه يتزوج عليها. أحب أقول لك بنتي زينة ما هي خلود. اسمع يا أب، أنا كل حياتي اللي راح ما شفت حرمة عندها كرامة وبتعرف مقدارها بين الناس مثل خلود. خلود هذه ردعتني إنسان من جديد، والنعمة اللي تشوفينها اللي أنا فيها هذا كله منها ومن فلوسها. ولا تعتقدين أني أنا يوم جت تبي تتزوجني زوجتني عشان تخطفني أنا من ومن عيالي، تكوني غلطانة. أو أنك تعتقدي أني أنا أبتزوجها علشان كرهتك ولا حبك، غلطانة.